أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في القدس العربية المتظاهرون يشلون الحركة في البصرة وإغلاق جسر وشارع حيوي في كربلاء. في العرب الجديد تظاهرات واسعة في ذي قار وبغداد وحصيلة جديدة للشهداء. في الشرق الأوسط نقابة المعلمين العراقيين تدعو لمظاهرات حاشدة الأربعاء. في المدى هكر الانقلاب ينقذ جبلي الأحرار والسنك، إحباط خطة دموية ضد المحتجين. في الخليج الإماراتية منظمة العفو الدولية تقول إن التطورات التي تشهدها البصرة صادمة. في صحيفة البصائر المركز الأورو متوسطي يطلق حملة لوقف سفك دماء المحتجين العراقيين. وفي اندبندنت العربية رويترز تقول إن هجوم أرامكو انطلق بموافقة خامنئي. أهلا بكم. قال موقع لوبلوغ الأمريكي إن التظاهرات الجارية في العراق تشير إلى أن فئة الشباب قد ضاقت ذرعا بالأوضاع السياسية الحالية وسيطرة الأحزاب السياسية الدينية وتفشي الفساد والعجز الحكومي، وأنهم يريدون تغييرا حقيقيا في طرق التصرف في الثروات الطبيعية والقوانين الانتخابية والأحزاب. ويقول الباحثان عبد الوهاب القصاب وعماد حرب في مقال نشره الموقع إن العراق عانى من الفوضى وعدم الاستقرار والفساد منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003. الموقع يرى أن كل هذه المؤشرات كانت تعني أن الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكومة عادل عبد المهدي كانت أمراً مؤكداً ووشيكاً. وعلى امتداد الشهر الماضي خرج مئات الآلاف من العراقيين وتحدوا القوات الأمنية ورفعوا أصواتهم للمطالبة بنظام جديد قادر على معالجة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد والمجتمع العراقي. ويشير الموقع إلى أن هذه الاحتجاجات ليست فقط ردة فعل على الأوضاع الحالية، بل هي نتاج سنوات من سوء الحوكمة وسياسات المحاصصة الطائفية واختلاس الأموال والمحسوبية والانهيار العام في نظام الحوكمة. ويرى الموقع أن المناخ السياسي خلال السنوات الماضية كان مسمماً بالحسابات الطائفية، ولذلك يمكن اعتبار أن ما يحدث اليوم في بغداد وفي المحافظات الجنوبية هو بمثابة ثورة ضد هذه الأحزاب والميليشيات وضد الحضور الإيراني في البلاد، إذ إن المحتجين يدعون للعودة إلى السياسات الوطنية التي تتجاوز الطائفية والانقسام. ويلفت الموقع إلى أن هذه التغييرات التي يشهدها المجتمع العراقي أدت لظهور تحركات شبابية دون أي قيادة واضحة قررت التخلي عن ولائها لرجال الدين والطبقة السياسية بشكل عام، وهذا النوع من الحراك الشبابي ساهم في تواصل الاحتجاجات وتقويتها على الرغم من تزايد القمع الحكومي. موقع لوبلوغ الأمريكي يختتم بالقول إن النقطة التي وصلت إليها التظاهرات العراقية اليوم كان من الصعب توقعها قبل فترة قصيرة، إذ إن الشباب العراقي هب بشكل جماعي إلى الشوارع من أجل الاحتجاج على الأوضاع السياسية والاقتصادية التي لم تعد تطاق. والشيء الواضح اليوم والذي يمكن أن يشجع المحتجين هو أن الجموع الموجودة في ساحة التحرير في بغداد تمثل مزيجاً عابراً للطوائف والعرقيات. يخطئ السياسيون العراقيون حين يرفضون الإصغاء إلى صوت المحتجين، فهم عن طريق ذلك الرفض إنما ينتحرون. الجنون وحده هو ما يغري أولئك السياسيين بأن حلولهم الأمنية ستؤدي إلى نتائج إيجابية من شأنها أن تعيد الأمور في العراق إلى الوضع الذي كانت عليه قبل انتفاضة تشرين الثاني. فاروق يوسف يرى في صحيفة العرب اللندنية أن القتل لم يؤدي إلى وأد التظاهرات، بل كان سببا في اتساعها، وهو ما يشير إلى حقيقة
أن الأسباب التي تقف وراء التظاهرات لا يمكن أن تنتهي بالقتل. لو كان العراقيون قد خرجوا إلى الشوارع محتجين لمجرد اختلاف في رأي سياسي لكان القتل قد دفع بهم إلى العودة إلى منازلهم مهزومين، غير أن المحتجين ليسوا سياسيين ولا ينتمون إلى حزب، وليست لديهم منطلقات عقائدية، ولا يتحركون وفق أجندات مسبقة. ما لديهم من الأسباب لا يمكن فهمه إلا من جهة الواقع الاجتماعي الذي يعيشونه، وهو واقع لن يغيره القتل. لن يكون القتل فيه إلا سبباً مضافاً للاحتجاج. الرهان على القتل هو رهان خاسر. ذلك ما كان يجب على السياسيين العراقيين أن ينظروا إليه بعيون مفتوحة. فالشباب خرجوا محتجين بعد أن صاروا على يقين من أنهم لن يخسروا شيئاً، وكان شعارهم نريد وطناً هو التجسيد الأمثل لما هم فيه من حالة يأس. ذلك لأن الإنسان حين يشعر أنه فقد وطنه وهو مقيم على أرضه لا يمكن أن يكون لديه شيء آخر يفقده. ما فعله سياسي العراق إنما يكشف عن غبائهم السياسي، وهو ما كان متوقعاً بعد أن أغرقوا أنفسهم في مستنقع فساد غير مسبوق. سيكون الخروج منه بمثابة معجزة. في العرب اللندنية يرى الكاتب فاروق يوسف أن المحتجين كانوا محقين حين طلبوا برحيل النظام، وهم لا يقصدون الحكومة كما جرت عليه العادة. فالنظام السياسي لا ينحصر في الحكومة، بل هو يمتد ويتسع ليشمل جميع الأحزاب التي تقاسمت ثروات العراق منذ احتلاله عام 2003 وإلى الآن. الآن إلى مقال آخر. تتصاعد الانتفاضة العراقية بزخم كبير ما يسود في ساحة التحرير من هدوء مشوب بالحذر، غير ما يحدث على بعد بضعة أمتار منها في ساحة الخلاني وجسري السنك والأحرار، حيث تجري عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية في محاولة جماهيرية لمسك الأرض. مثنى عبد الله يرى في صحيفة القدس العربي أن الفعل الجماهيري بات ثوريا في مواجهة قمع لم يسبق له مثيل تمارسه السلطات الحكومية، إضافة إلى الميليشيات المؤتمرة بالأوامر الإيرانية. الاقتراحات الواردة من السلطة التي اتفقت عليها القوى السياسية مؤخراً لم تعد كافية لإقناع الشارع المنتفض، بل الملاحظ أن تحرك الحكومة يسير بطريق مختلف ومتعارض مع مسيرة الشارع. فكل ما يأتي من السلطة يركز على التعديلات التي ستنظر فيها لجان من الأحزاب التي تسببت في خراب البلد، بينما يطالب الشارع بضرورة استقالة الحكومة وأن تتولى لجان محايدة ومستقلة وضع قانون انتخابات جديد برعاية الأمم المتحدة. فما الفائدة المرجوة من تعديلات دستورية وإصلاحات وقانون انتخابات جديد وغيرها من القوانين المقترحة إذا كانت ستذهب إلى البرلمان الحالي للتصويت عليها؟ لقد اختارت الطبقة السياسية الحاكمة طريق الكذب والمماطلة والتهرب من تنفيذ المطالب الشعبية في السنوات الماضية. وفي مقابل هذه الصورة المرتبكة التي تحاول التهرب من المسؤولية، تظهر صورة الشباب المنتفضين بوجه حضاري يليق بالعراق وبوعي فاجأ الكثير من المراقبين. لقد التفوا بالراية الوطنية العراقية، ولم يعد هنالك من صورة تشير إلى الانتماءات الطائفية والعشائرية والإثنية. فشكلوا في ساحة التحرير وساحات المحافظات الثائرة مجتمعاً عراقياً منسجماً وموحداً، وعياً منهم بأن المجتمعات غير المنسجمة تنتج حروباً أهلية طاحنة، بينما المجتمعات المنسجمة تنتج ثورات هدفها التغيير الجذري للواقع. بحسب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي، فإنه يرى أن التحدي الذي تبديه التظاهرات العراقية ما زال يكتسب المزيد من الدعم والتأييد والتصميم، وأن استمرار التواجد الفاعل في الشارع سيدفع بالمزيد من الأنصار كي يلتحقوا بالانتفاضة، كما أن وصول شرارة الثورة إلى بيت المرشد الأعلى الإيراني يمنح المنتفضين شعوراً
بأنهم ليسوا الوحيدين في ميدان مواجهة نفوذ النظام الإيراني وأدواته المتحكمة برقاب الشعب وقوته. إلى مقال جديد وجاء فيه، نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية مقالا للكاتب ديفيد جراندر يقول فيه إن عملية قمع المتظاهرين في العراق تؤشر إلى عودة الدكتاتورية في البلاد. وأضاف الكاتب أنه بعد 16 عاما من سقوط نظام صدام فإن العراقيين يواجهون القمع بسبب المعارضة، لكن هذه المرة من الحكومة المنتخبة ديمقراطيا. الكاتب يشير إلى أن الاضطهاد الوحشي للمتظاهرين منذ بداية تشرين الأول شهد قيام قوات الأمن العراقية ومسلحين مجهولين بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 325 شخصاً وجرح 15,000 شخص على الأقل. لافتاً إلى أنه مع أن حملة الاضطهاد الأسوأ قد مرت، إلا أن هذا يعد إشارة إلى تراجع الحكومة في بغداد عن وعودها الديمقراطية. وتنقل الصحيفة عن الخبير في الشؤون العراقية في تشاتام هاوس في لندن توبي دوج قوله إن سلطة الإكراه للدولة تم نشرها من أجل قمع التعبير السياسي المشروع. هذا نذير شؤم للديمقراطية العراقية وتقدمها للأمام. ويعلق الكاتب قائلاً إن الحكومة العراقية تستخدم الأساليب المعروفة لدى الأنظمة الدكتاتورية حول العالم، فمن قتل المتظاهرين إلى مراقبة ما يكتب على صفحات فيسبوك إلى إغلاق خدمة الإنترنت بشكل كامل، فإن القمع أثار مقارنة غير سارة مع النظام السابق. وينوه الكاتب إلى أن الوسائل الرقمية أصبحت أداة قمع مهمة، فتم حظر الإنترنت لمدة 50 يوماً وتم قطع الخدمة أثناءها بشكل كامل لمدة أسبوعين بحسب مؤسسة نتلوكس المتخصصة في مجال حرية الإنترنت. يقول ديفيد جاردنر إن العراقيين شعروا بالغضب من التقارير التي كشفت عن زيارة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني إلى بغداد لدعم حكومة عادل عبد المهدي وقمع المتظاهرين، مشيراً إلى أن زيادة تأثير الرموز المدعومة من إيران في العراق تزامن مع تصاعد استخدام العنف ضد المتظاهرين. إلى مقال جديد وجاء في مطلعه، أمر لا يصدق أو لا يمكن هضمه كما يقال فيما يحصل في العراق بعد الاحتلال الأمريكي في قضية الفساد المالي والإداري والأخلاقي والسياسي، فقد أصبحت ثروات البلاد بيد حفنة لا تتجاوز نسبتها أصابع اليد الواحدة، ومن الطبيعي أن ترسم لها أو أن ترسم لها هرمها الوظيفي لتحطم آمال الحاضر والمستقبل والأجيال والإعمار، ويتحول الشعب الذي يجلس على أرض عامرة بالكنوز والموارد يصبح فقيراً ومحروماً وجائعاً بكل وضوح. هذا ما أشار إليه كاظم الموسوي في مقال له منشور بصحيفة الوطن العمانية. مضحك أو مبكي ما يقرأ عن كارثة الفساد في العراق، ومحزن أن تسمع كلاماً كثيراً أشبه بجعجعة بلا طحين ولا ثمر يجنى ولا انتهاء موعوداً. كل الحكومات التي حكمت العراق بعد الغزو اشتركت في صناعة الفساد باسمه وعملت بضمنه وسخرت عقولها لأدائه وجعلته مقدسها أو صنمها الذي يعوضها في صحوتها، حتى بات التباهي بالفساد متلفزاً بالصوت والصورة إقراراً واعترافاً ولا سؤال عنه أو خشية منه أو من محاسبة أو نزاهة. انتفضت الجماهير الفقيرة وصرخت الأجيال المحرومة ونطقت الفئات المهمشة أو المتوسطة أو القواعد الشعبية للسلطات بسبب الفساد والنهب والثراء على حساب مطالب الشباب وحقوق الناس وخدمات المجتمع. فناهض الحراك المتسع حالة الفساد وتفرعاتها
وتداعياتها وامتداداتها المتشعبة لتصبح عنواناً يضم تحته مسببات الخراب والصراع، المحاصصة والطائفية والمذهبية والانقسام والتشتت والفتنة وارتداداتها العنقودية. وأمام كل هذا لم ترتفع إجراءات الحكومة إلى مستواها وحدود الأزمات وتفريخاتها، إذ ظلت ألفاظاً جوفاء لم تقترب من حيتان الفساد، تاركين لهم التحكم والتدمير والقرارات التي استمرت طيلة الفترة من أيام الغزو والاحتلال وإلى أيامنا هذه. يتابع كاظم الموسوي. في كل مرة حين تشتد المطالبات في المحاكمة، محاكمة الفساد والفاسدين، تبرز تصريحات رسمية بأرقام وأعداد وملفات وترفع بعدها إلى الرفوف دون فعل حقيقي ولا حكم ملموس. والفساد بأنواعه قاد العراق منذ الغزو إلى الآن، يجب ألا يمر هذه المرة كسابقاتها. وبعد أن أصبح الحراك الشعبي سلطة شعبية، لابد إذن من ردع الحيتان عن الاستمرار في الحكم وتدمير البلاد. الآن إلى المقال الأخير. منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 ومرجعية النجف تلعب دوراً كبيراً في رسم مسارات السياسة في العراق، ومنذ انطلاق تظاهرات تشرين الأول سعت إلى دعم مطالب المتظاهرين ودعت إلى تشكيل لجنة لمراجعة الدستور ومحاسبة الفاسدين. إياد دليمي يرى في صحيفة العربي الجديد أن ذلك كله كان يتردد من جمعة إلى أخرى، غير أنه لم يكن كافياً على ما يبدو للمتظاهرين الذين كانوا يريدون موقفاً أكثر صراحة وصرامة بوجه الحكومة والأحزاب الفاسدة. مرجعية النجف، وعلى الرغم من عظم الأحداث التي شهدتها بغداد ومدن عراقية أخرى خلال الشهر المنصرم ومطلع شهر تشرين الثاني الحالي، بقيت ملتزمة بخطبة الجمعة التي تعبر من خلالها عن موقفها تجاه مختلف القضايا العراقية، من دون أن تسعى إلى إصدار أي موقف خلال أيام الأسبوع، ما أظهرها بمظهر غير المبالي بمطالب الجماهير ودمائهم التي سالت في شوارع بغداد والناصرية وكربلاء والبصرة وغيرها من المدن. دفعت هذه المواقف التي قرأها بعضهم أنها لا ترقى إلى مستوى الحدث عراقيين كثيرين إلى طرح أسئلة عديدة بشأن حقيقة وجود السيستاني، وهل هو مدرك فعلاً ما يجري على الساحة العراقية؟ وفتحت الباب واسعاً للحديث عن دور نجله محمد رضا السيستاني الذي يقال إنه من يكتب خطبة الجمعة نيابة عن والده. لم يعد الشارع العراقي اليوم يشبه نفسه قبل ثورة أكتوبر، لقد تحول إلى شارع لا يريد خدمات أو وظائف أو تحسين الوضع الاجتماعي فقط، وإنما شارع يريد كل شيء ولن يقبل بأقل من وطن لا يتحكم به أحد، وهو ما حدا به إلى رفع السقف وصولاً إلى ما كان مقدساً قبل ثورة أكتوبر. وبحسب الكاتب فإنه لم يعد أمام مرجعية النجف إلا أن تعيد الاعتبار لنفسها من خلال خطبة الجمعة المقبلة، وذلك بأن تدعو صراحة حكومة عبد المهدي إلى الاستقالة فوراً وإصدار فتوى شرعية تحرم قتل المتظاهرين والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي. بغير ذلك تفقد المرجعية مزيداً من هيبتها في الشارع العراقي، ومن غير المستبعد أن نرى صور السيستاني وهي تحرق إلى جانب صور رموز دينية وسياسية أخرى عراقية وغير عراقية. أطلقت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل برنامج مكافأة اكتشاف الثغرات في نظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد، حيث بلغت أكبر مكافأة $38,000 لاكتشاف أي ثغرة خطيرة والإبلاغ عنها، بحسب ما ذكرت صحيفة الزمان العراقية. وبمرور الوقت زادت قيمة المكافآت مع تزايد شعبية وانتشار نظام التشغيل أندرويد واتجاه المزيد من الباحثين في مجال أمن المعلومات ومكافحة القرصنة إلى تعقب الثغرات في نظام التشغيل،
حتى وصلت قيمة المكافأة إلى مليون دولار لكل ثغرة خطيرة. ووفقاً لإعلان جوجل، فإن الباحث الذي يستطيع الوصول إلى ثغرة من هذا النوع سيحصل على مكافأة قدرها مليون دولار، ولكن إذا تمكن من اكتشافها في نسخ عرض محددة للمطورين من نظام التشغيل أندرويد، فسيحصل على مكافأة إضافية قدرها نصف مليون دولار، لتصل القيمة الإجمالية للمكافأة إلى مليون ونصف المليون دولار. إلى الكاريكاتير. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام صدى الأقلام لهذا اليوم. طاب نهاركم وإلى اللقاء.